الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة اكيد هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، عن باقي الاندية المصرية، وهنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عايز اتكلم فيها طبعا نروح للعناوين ومنها الى التفاصيل، بس ما تنساش اللايك بتاعك بيفرق جدا في الفيديو بتاعنا، فاقل حاجة ممكن تقدمها لنا هو اللايك الجميل منك عشان يوصل لكل الناس الاهلوية المحترمين. العناوين ومنها الى التفاصيل: بكاء الخطيب اليوم وانسحاب الزمالك، الغندور يفتح النار على فتوح، وفضيحة ومهزلة في قناة الزمالك ضد مدرب النادي الاهلي. نروح على طول اول فقرة معانا. عايز اقول دايما بقول الكلمة دي والجملة دي، ان الاهلي دايما هو مشرف الكرة المصرية والرياضة المصرية الوحيد، نادي الاهلي. لولا النادي الاهلي في الكرة المصرية لكان للكرة المصرية شأن اخر ووضع اخر. النهاردة مدرب جيبوتي، خلي بالكو جيبوتي دي اللي منها ارتا سولار. مين ارتا سولار؟ دول اللي كسبوا الزمالك 2-0. فالراجل النهاردة في المؤتمر الصحفي، الله يسامحكم يا زملكاوية والله، يعني لو الزمالك نصفنا ورفع راسنا ما كانش اللي حصل حصل. النهارده الراجل في المؤتمر الصحفي قال لك وفيها ايه؟ دي كرة القدم. انا بلعب قدام منتخب مصر، لكن ما تنسوش احنا عندنا فرقة اسمها ارتا سولار، محدش كان يسمع عنها حاجة، وكسبت نادي الزمالك 2-0، وكانت ممكن جدا تطلع نادي الزمالك، ليه لا احنا ما نكسبش منتخب مصر؟ انت شفت انت وصلت الناس لإيه؟ تخيل، تخيل انت خليت الناس تتكالب علينا، تخيل انت طمعت فرق ومنتخبات ما سمعناش عنها قبل كده. جيبوتي دولة عربية وكل حاجة، لكن مع احترامي الكامل يعني مين اللي وصل الناس لكده؟ الزمالك. عشان كده لما بنقول النادي الاهلي هو رافع اسم مصر في العالم وقريا وعربيا، خد مننا واعتمد. لكن معرفش يعني نادي الزمالك، اتمنى ان نادي الزمالك يعني حاولوا ترفعوا اسم مصر شوية، عشان ما نجيش نلاقي منتخبات مش موجودة على الخريطة الكروية العالمية ويجي يقولك ما هو فرقتنا كسبت فرقة عندك. عايز اقول ان النادي الاهلي في العاب الصالات كبار صغار، رجال سيدات فتيات شباب شابات، النادي الاهلي مكتسح الزمالك يا جماعه. يعني كان في جمله دايما جمهور الزمالك وما زال يرددها، يتشدقون بها كذبا: صباح الخير صباح النصر، احنا ملوك الصالات في مصر. معرفش اي صالات، يعني صالات الديسكو ولا صالات كرة السلة ولا صالات ايه بالظبط، انا معرفش. يعني النادي الاهلي النهاردة في بطولة الجمهورية تحت 17 سنة شابات للفتيات في كرة اليد، الاهلي كسب الزمالك 40-29، وده استمرار لسلسلة انتصارات دايمة في كل الالعاب والعاب الصالات، رجال سيدات شابات شباب، كله الاهلي بيكتسح في نادي الزمالك. عايز اقول اتمنى من قناة النادي الاهلي تبص على قناة الزمالك بيعملوا ايه وبيقولوا ايه ويتعلموا الدرس كويس. اتمنى من مجلس ادارة النادي الاهلي يبصوا على نيرة الاحمر. مين نيرة الاحمر دي يا جماعة؟ ليست مقدمة برامج فحسب في قناة الزمالك، ولكنها عضو مجلس إدارة. علمونا دايما إن الإنسان لازم يكون مسؤول، كلما زادت المسؤولية كلما زاد الحساب. نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الزمالك ومقدمة برامج في قناة الزمالك هجمت وفتحت النار على السيد جوستي جولد بوش المدير الفني للنادي الاهلي. الناس اللي بيقولوا عايزين نحافظ على العلاقات والصداقات
والحاجات والمحتاجات. اسمعوا نيرة الأحمر بتقول إيه. نيرة الأحمر قالت إن قرارات اتحاد كرة السلة جيدة، لكن كان في تصرفات فردية من لعبة الأهلي وما حصلش عقاب ليهم. قالت لازم يكون في قرارات رادعة، بعض اللعيبة عندهم بعض المشاكل، وعلى رأس الناس اللي لازم تتعاقب أوجوستي. شايفة إن محتاجين الراجل طول الوقت مع كل غلط واعتراض يتعاقب، لأن أوجوستي مثير للشغب. شايفة إن أوجوستي مثير للشغب، كل مباراة بيعمل مشكلة بتحصل بسبب أوجوستي. عاوزين نتفرج على كرة سلة ممتعة، ونرجو إنه يركز فنيا ويركز في الملعب، وبلاش شد وجذب مع اللعيبة والجمهور والحكام وعامل الصالة. أوجوستي مثير للشغب، أوجوستي مثير للتعصب الرياضي، والناس لازم يتكلموا معاه ويهدى شوية، كل ماتش بيعمل تعصب والشد والجذب. محتاجين نشوف صورة لائقة وجميلة. دي عضو مجلس إدارة. أنا عارف ومتأكد وحاسس باللي جواكي واللي جوه كل مشجع زملكاوي من ناحية أوجوستي. يا جماعة أوجوستي ده زي إمام عاشور في كرة القدم كده. يعني انتقال أوجوستي من تدريب الزمالك لتدريب النادي الأهلي ده يشبه انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي. فأنا حاسس ومقدر المشاعر النفسية والمعنوية والباطنية داخل كل مشجع زملكاوي، وعارف ان كل مشجع زملكاوي يمني النفس بما فيهم نيرة، بما فيهم حسين لبيب، بما فيهم كل الزملكاوية على وجه البسيطة، ان أوجوستي بوش ده يمشي بكرة يطرد بره مصر، او الزمالك يروح يفاوضه تاني ويرجعه، بس المهم ما يدربش في النادي الاهلي. هي حالة نفسية، هي حالة نفسية. قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده، يعني انا لما جالي الفيديو بتاع الاخ هاني عبد المنعم، ولا مش عارف مين عبد المنعم، في قناة النادي الاهلي، وهو بيهاجم المدرب بتاعنا، احنا اللي بنقدم المدرب بتاعنا للاعلام الابيض انه يعمل فيه اللي هو عايزه. تخيل لما قناة النادي الاهلي طلعت تقطع في المدرب بتاعك، فبالتالي انت بتدي اوبشن وبتدي ضوء اخضر لقناة الزمالك ومسؤولي الزمالك. خلص، انا مقدم لك المدرب بتاعي متشفي، دي تصريحات عضو مجلس ادارة. وبعدين يطلع يقول لك ايه، احنا بنفتح صفحة جديدة مع النادي الاهلي. هو انت تقعدي تشتمي المدير الفني بتاع الاهلي، وتقعدي تقولي مثير للتعصب ومثير لمش عارف للفتن ومثير ومثير، وترجعي تقولي لي احنا بنفتح صفحة جديدة، وتطلعي تقولي لي مصر التي في خاطري. انت اللي مثيرة للتعصب ومثيرة للشغب، انت اللي مش قادرة تفرقي ما بين ازاي تكون عضو مجلس ادارة وتطلعي تقولي الكلام ده على الهوا يا نيرة. انت نسيتي نفسك، نسيتي ان انت عضو مجلس ادارة نادي محترم المفروض اسمه نادي الزمالك، ومش عارفة تفرقي ما بين مشجع درجة ثالثة وما بين عضو مجلس ادارة. مشجع يهاجم زي ما هو عايز، لكن انت دلوقتي في منصب عضو مجلس إدارة. الراجل اتعاقب، تقدر تقولوا لنا بقى فين العقوبة بتاعت جمهور الزمالك، وفين عقوبة الزمالك نفسه اللي المفترض المباراة من غير جمهور؟ تقدر تقول لنا الكوتش مرعي بيعمل ايه في الماتشات، بيعمل ايه في الماتشات؟ اللي بيحصل مع أوجوست دلوقتي يا جماعة مجرد تطفيش. اتحاد كرة السلة عايز يطفشه من مصر. السنة اللي فاتت وقبل اللي فاتت عملوا نفس الفيلم الهندي، كان قدام الاتحاد السكندري. النهاردة بيكرهوا الراجل في الرياضة في مصر وفي كل حاجة في مصر. كابتن طارق الغنام أسطورة كرة السلة في النادي الأهلي قال إيه بعد العقوبات؟ طارق الغنام على صفحته قال لك حسبي الله ونعم الوكيل. انا نفسي اعرف هتقابلوا ربنا ازاي، وهتقولوا له ايه، هتقولوا له ايه على قراراتكم الفاسده، هتقولوا ايه لربنا وانتوا المعتدي الضارب ما عاقبتهوش وعاقبت المضروب، عاقبت المضروب وما عاقبتش الضارب. كابتن محمود الخطيب النهاردة كان في جلسة حصلت على عهدة الأستاذ إبراهيم المنيسي في ملك وكتابة الإعلامي في قناة النادي الأهلي،
طبعا كلنا بنتوجه بالدعاء ونتضرع ونتقرب الى الله بالدعاء، اكيد للسيد العمري فاروق ربنا ينجيه من اللحظات الحرجه والصعبه جدا اللي بيعدي بيها في الغيبوبه بتاعته. لكن يا جماعه الموقف اللي حصل النهارده ده، اول ما تسمع الموقف هتلاقي عينك بتدمع. علاقه الاب والابن والام، تخيل العمري فاروق في غيبوبته وهو مش داري بحاجه ومش حاسس بحاجه، تم السماح لوالده الحاج فاروق انه يخش يشوف ابنه وهو في العنايه المركزه في الغيبوبه بتاعته، فبيتكلم وبيحاول يشجع ابنه، بيقول له قوم يا عمري، قوم يا عمري، انت كنت واعدني ان احنا نروح انا وانت ووالدتك نحج مع بعض السنة دي. تخيل واحد في الغيبوبة وسمع الكلام ده من أبوه، عينيه دمعت، عيون العمري فاروق دمعت. الأطباء فسروا ده، قالك المريض دايما بيبقى فيه علاقة قوية جدا ما بينه وما بين أبوه وأمه، الابن والاب والام دي علاقه قويه جدا، فالبكاء ده تشبث بالحياه. لما سمع صوت ابوه ده بيديه تشبث بالحياه انه يرجع تاني ويفوق من الغيبوبه تاني. كابتن محمود الخطيب كان واقف في الموقف وبكى لما شاف دموع العمري فاروق، بكى وقال للعمري دايما انت كنت دايما تقول لي انا في ظهرك واقف سندك، ارجع عشان تكون ظهري وسندي. وبكى الكابتن محمود الخطيب. يا رب يا رب، اتمنى كل الناس، اهلاوي زملكاوي ايا كان انتمائك، انت انسان في الاول وفي الاخر، ما بطلبش منك غير الدعاء. ادعي للعمري، ادعي لكل الناس ان ربنا يعيده للحياة مجددا. عايز اقول نادي الزمالك هيلعب ماتشين أرتا سولار في مصر في دور المجموعات، مقابل ان الزمالك هيتحمل إقامة وهيتحمل تذاكر الطيران، وفوق ده وده الزمالك هيدفع 50% من تذاكر المباراة لنادي أرتا سوار الغيني. فاكرين لما الأهلي عمل كده مع المريخ يا جماعة؟ فاكرين البكائيات واللطميات اللي كان بيعملها جمهور الزمالك؟ فاكرين ولا ناسيين؟ فاكرين ولا ناسيين؟ انا عايزكم بس تفتكروا. كابتن خالد الغندور بيهاجم ويفتح النار على احمد فتوح. خالد الغندور قال ان في غضب كبير جدا من الجهاز الفني للزمالك من محمد صبحي، وكمان متعجب جدا من احمد فتوح، واللي المفروض يحافظ على موهبته ويشارك ويأدي بكل قوة في المباريات، لكن ده ما حصلش، واللعيب بيسهر في أحد الفنادق في الطريق الدائري، وكان لازم روي فيتوريا يستبعد أحمد فتوح. أنا بس عايز أقول لخالد الغندور حاجة، اللي أنت بتتكلم فيه ده أعراض، هل لديك ما يثبت من أدلة إن أحمد فتوح لعيب اعتاد السهر في الفنادق؟ انا بس عايز افكر خالد الغندور، اللي انت بتتكلم فيه ده اعراض، وانت ياما اشتكيت وعيطت من الخوض في الاعراض، فاتمنى انك ما تتكلمش في حاجه الا ما يكون عندك دليل واثبات دامغ على الكلام اللي انت بتتكلمه. نادي الزمالك انسحب من صفقه عمر كمال. نادي الزمالك في مشكلة مالية كبيرة جدا في نادي الزمالك. نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع مودرن فيوتشر عشان يضم عمر كمال عبد الواحد في يناير، ويدفع او يتبادل صفقات مع نادي مودرن فيوتشر، لكن المفاجأة ان عمر كمال اعتذر لمسؤولي نادي الزمالك وابلغهم برغبته الكاملة في الانتقال للنادي الاهلي، وان الزمالك عنده مشاكل كتير، وان اللاعب حابب انه ينتقل الى نادي يكون مستقر ماليا
مستقر اداريا، مش كل يوم والتاني مجلس اداره، مش كل يوم والتاني محكمه، مش كل يوم والتاني ايقاف قيد والكلام ده كله. عشان كده الزمالك انسحب من صفقه عمر كمال عبد الواحد. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.